البيوبل اللي هو انسان العين، والبيوبل ده فتحه موجوده في وسط الايرس بتاعنا سلايتلي نيزل شويه عن السنتر. في البيوبل بتفصل بين الانتيريور تشامبر والبوستيريور تشامبر. اهو البيوبل بتاعنا از ان ابيرتشر جاست نيزل، هو مش نيزل، مش في السنتر بالظبط، جاست نيزل للسنتر اوف ذا ايرس. البيوبل عاده بيبقى راوندد وعاده بيبقى ريجولر، وفي الافريج بيبقى حوالي 3 ل 4 مليمتر ان سايز. الايريس والبيوبل ان جنرال مسؤولين عن حاجات محدده في العين. اولا الكالر اوف ذا اي، الكالر اوف ذا اي زي ما قلنا الاطفال الصغيرين بيتولدوا عينهم جراي لان لسه بيبقى الميلانوسايتس ما عملتش مايجريشن كتيره في التيشوز بتاعت الايريس، لان احنا عارفين الكالر اوف ذا ايريس نوت ذا كالر اوف ذا باك اوف ذا ايريس. احنا كلنا الباك سيرفيس بتاعنا لونه بلاك اكسبت الالبينوس. لون الايريس بتاعنا بيعتمد على الاماونت اوف ميلانوسايتس اللي موجوده ان ذا ستروما، فالاطفال بيبقى لونهم جراي، وعشان كده حتى في العدسات اللاصقه الكالر اللون الجراي يدي براءه الاطفال، يعني من الحاجات اللي بيفضلوها الناس ما يكون حد وشه شرير شويه شكله شرير يلبس الجراي وهد شويه ده شويه تمام. فدي بيختاروها عشان كده. فالكالر بيبقى جراي، بعد كده ممكن يبقى بلو، ممكن يبقى جرين، ممكن يبقى فير براون، ممكن يبقى دارك براون، بات نيفر بلاك. بلاك از اكتروبيو نيوفي، لو جه اللون البلاك انتيريور ده بنسميه اكتروبيو نيوفي تمام. تاني حاجه في الايريس والبيوبل كنترول اماونت اوف لايت انترنج دي اي، ودي مهمه عشان الاسكوتوبيك فيجن والفوتوبيك فيجن، وهنشوف ظاهره معينه عندنا في الكونز اللي هي بيسموها ستيلز كراوفورد فينومينا تمام، ان الكونز ما بتشتغلش الا اذا الضوء نزل عليها مباشره بيربنديكولر. الروبز تشتغل لو الضوء نزل عليها باي زاويه، فدي اسمها ستيلز كراوفورد فينومينا، هنبقى ناخدها مع الريتنا ان شاء الله. من ضمن الحاجات عندنا تلاقي ان لما الضوء بيبقى عالي البيبل بيقفل فما بيشغلش غير منطقه ايه؟ الفوفيه، فالضوء بيبقى نازل اكزيال عليها على طول، فده يشغلها احسن وضع ليها. لما بتخش في الضلمه البيبل يفتح، فالضوء بيخش باي زاويه سقوط على الروز يشغلها. خدت بالك انها تشتغل لو الضوء سقط عليها في اي زاويه سقوط، اللي هي الكراوفورد فينومينا دي زي ما بقول لك. فدي مهمه جدا كنترول اماونت اللي انت بتسال. وطبعا البيبولارايت ريفلكس انت عارف ان هو سبكورتيكال ريفلكس، يعني انت لما بتخش اي اوضه البيبول بتاعك بيروح مظبط على طول مع نور الاوضه تمام. ما حدش بيقول بقى ايه انا اوضه الاوضه عندها عاليه ايه في البيبول، لا انا ما بفكرش كده، انا بخش الاوضه البيبول بتاعي بيروح ظابط على الاضاءه بتاعت الاوضه، ببقى ادجستد على الاضاءه اللي انا قاعد فيها. ثالث حاجه وجود الايريس ان فرونت اوف ذا لينس، اللينس بتاعتنا اذا سيك لينس فيها تو ديفكتس اللي هو بيسموها كروماتيك ابريشن، لانها عدسه قويه بتكسر ضوء الالوان الطفل مختلفه. والعيب الثاني ان حروف اللينس اقوى من السنتر اوف ذا لينس، انت عارف ان النقطه اللي في السنتر اوف ذا لينس الضوء بيعدي وزاوت ايه ريفراكشن، انما في الحرف هنا بينكسر جامد قوي عن الاقل منه وهكذا، فبيعمل مور ذان وان فوكس. العيب ده اسمه سفيريكال ابريشن، يبقى ده عيب سفيريكال ابريشن وده عيب اسمه كروماتيك ابريشن. وجود الايريس ان فرونت اوف ذا لينس في مساحه كبيره بيخلي لك بس البيبيلر اريا اللي شغاله، ده بيمنع الانتيكولر والكروماتيك والسفيريكال ابريشن، دي اللي هي كروماتيك وسفيريكال ابريشن. تالت حاجه بص اللي هي حكايه الدبس فوكس، يعني شوف الصورتين دول هي نفس الصوره، احنا ما غيرناش في الفوكس، انما في واحده فتحنا فتحه العدسه قوي وفي واحده قفلنا فتحه العدسه. لو تسمع عن كلمه فتحه العدسه اللي بيقولوها المصورطيه دي تمام. ايه بقى القصه دي؟ هو عمل فوكس على ترتر ومراته دول تمام، فهم الاثنين واضحين هم في الصورتين، بس هنا قفل الفتحه فبانت الحاجات اللي على مسافات وراهم مختلفه بوضوح تمام. دي بيسموها الديبس اوف فوكس. انت عارف نظريه الكونفوكال، كونفوكال لايت، لما البيوبل يبقى دايليتد قوي بص الصوره اللي جايه من البعوضه دي هتخش في اللينس دي هتتكون هنا بس في النقطه دي، انما لو طلعنا قدام شويه او رجعنا ورا شويه الصوره دي تبقى بليرد صح. بينما بص لو احنا دخلنا صوره البعوضه دي هي من فتحه صغيره تمام، المنطقه بتاعت الفوكس دي لو طلعنا قدامها شويه هنبقى ستيل فوكس، ولو رجعنا ورا شويه هنبقى ستيل فوكس تمام. ودي مهمه جدا، انت لما بتيجي تقرا انت مش بتشوف السطر بس اللي قدامك واضح، انت بتشوف الصفحه كلها واضحه تمام. ولما تبص انا وانا باصص كده انا شايفكم مع انكم على مسافات مختلفه من الفيلم بتاعي من الريتنا صح، ومع هذا بشوفكم بوضوح. ليه؟ نتيجه حكايه ايه؟ افتحت. عايز تجرب دي حط مدرياتك وبص وشوف الدنيا عامله ازاي، هتشوف الكروماتيك ابريجن والسفيريكال ابريجن وان مفيش دبس وفوكس والحواديت دي كلها، هتتفرج على منظر مرعب تمام. فدي اسمها حكايه الدبس وفوكس بقى.
اهي يعني لو انت قافل كده تقدر تشوف مساحه، اللي هي زي ما بقول لك حاجات على ديفرنت ليفلز اقدر اشوفها بوضوح، دي اللي بيسموها الديبس اوف فوكس. تمام. اخر حاجه بقى ان الكريبتس اللي موجوده على الفتحه دي من جزء بتساعد الايكوس درينج اللي هي اليو في سكلير الايه اوت فلو بتاع الايكوس. يبقى ذيس ار ذا فانكشنز اوف ذا ايريس اند ذا بيبل. نرجع بقى نراجع كلمتين كده، ان البيجمنتس بتاعت الايريس الكالر اوف ذا ايريس ديبيندز على النمبر اوف بيجمنت سيلز اللي هي الكروماتوفورز اللي موجوده فين؟ في الستروما نوت على الباك سيرفيس. تمام؟ نوت على الباك سيرفيس. It's light grayish blue to brown at birth. تمام؟ يعني الاول بتبقى light grayish، دي اول ما بتتولد تبقى grayish in color، بعد كده blue وزي ما بقول لك اخضر، بعد كده البني. تمام؟ Then varies adults according to number of the cells. هيتيروكروميا يعني ايه؟ ان يكون في difference في الكالر. في هيتيروكروميا ايريدس وهيتيروكروميا ايريدا ممكن تكون فيسيولوجيك في بعض الناس. بص ادي حاله هيتيروكروميا. جزء اتكونت فيه الحبيبات دي، جزء ما اتكونش فيه السيلز دي اللي هي الكروماتوفورز دي مش موجوده هنا وموجوده هنا. تمام؟ اهي بص this is heterochromia. تمام؟ اهي انايزوكوريا معناها ايه؟ ان التو بيوبل سايز ار نوت ايكوال. في برضه ناس ممكن يبقى عندها انايزوكوريا نورمال وفي ناس اب نورمال، دي ممكن تكون باثولوجيكال وديزيز زي ما هنتكلم فيها بعد شويه. الايرس بتاعنا خلي بالك ماسلز اللي هي الكونستريكتور بيبيلي والداريتور بيبيلي دول جايين من النيورو اكتوديرم. خلي بالك ذا ايرس ماسلز ار ذا اونلي تو ماسلز في البودي اللي طالعين من النيورو اكتوديرم. تمام؟ دول طالعين من النيورو اكتوديرم. اي ماسل اخرى على الاطلاق على الاطلاق طالع منين؟ من الميزوديرم الا الماسلز دي. ذيس ار اونلي تو ماسلز في البودي اللي طالعين من النيورو اكتوديرم. والكونستراكتور بيبيلي دي بتبقى ليها بارا سمباثيك سبلاي، وايز دايليتور بيبيلي بيبقى ليها سمباثيك ايه سبلاي. تمام. السفنكتر بيبيلي ماسل اوف ذا ايرس. خلي بالك بص احنا عندنا الايدنجر ويسترن نيوكليس اهي، دي طبعا المجموعه دي اللي هي اسمها السيرد نيرف نيوكليس، نيوكليس اوف ذا سيرد نيرف. كلمه نيوكليس في السي ان اس يعني ايه؟ مجموعه السيلز اللي الاكسونز بتاعتها هتطلع تعمل لي النيرف ده. مجموعه السيلز دي كتله السيلز دي اللي الفايبرز بتاعتها هتطلع لبره تعمل النيرف دي اسمها نيوكليوس. ده ذا نيوكليوس اوف ذا ثيرد نيرف. تمام. الحته دي زي ما انت شايف اللي هي الجزء اللي هو الكرينيال بارت بتاعها دي او الجزء الامامي بتاعها ده بيبقى فيه الايدنجر ويسترن نيوكليوس. بننزل مع الثيرد نيرف على الانفيريور ديفيجن اوف ذا ثيرد نيرف. الانفيريور ديفيجن في سوبيريور ديفيجن وفي ديفيجن. الانفيريور ديفيجن اول ما بيخش الاوربت بيبتدي يروح مسقط برانش للميديال ريكتس بيعدي تحت الاوبتيك نيرف وبعدين بينزل تحت للانفيريور ريكتس والانفيريور اوبليك. هو ده النيرف اللي نازل تحت الانفيريور ريكتس والانفيريور اوبليك ده بيدي روت للسيلياري جانجليوم. ده الباراسمباثيك روت بتاعها. ده الباراسمباثيك روت. طبعا احنا عارفين ان السيرد نيرف نيوكليس دي موجوده فين؟ في البرين، في البرين ستام ات ذا ليفل اوف سوبيريور كوليكولس. في البرين ستام ات ذا ليفل اوف سوبيريور كوليكولس. تمام. في الجراي ماتر اللي حوالين الاكويدكت. اتفقنا؟ اهي بص ادي السيرد نيرف، ادي الفايبرز بتاعت الايه؟ الايدنجر ويسترن نيوكليس اهي. تمام؟ الايدنجر ويسترن نيوكليس. اتفقنا؟ او حتى كاتب لك اهي الايدنجر ويسترن نيوكليس او سب نيوكليس از ابسي لاترال بيبيلاري سفنكتر. بتروح كل فايبر بتروح في الناحيه بتاعتها فيش كروسنج فيها. بص انا قلت لك ايه؟ في سوبيريور ديفيجن اهو وفي انفيريور ديفيجن. انفيريور ديفيجن بيدي الميديا ريكتس خلاص؟ وبعدين ينزل اللي نازل بقى الانفيريور ريكتس بيرو بليك. هو ده اللي بيدي الروتس لمين؟ السيلي جانج. بعد كده من السيلي جانج يطلع حاجه اسمها الشورت ايه؟ شورت سيلي نيرفز. هو ده النيرف سبلاي بتاعنا اللي شايل الباراسمبثيك. تمام؟ اهو يبقى احنا بنشتغل اوكيولو موتور انفيريور ديفيجن اهو وادي السيلي جانجليون. خدت بالك بنعمل ريلي طبعا في السيلي ايه؟ جانجليون اللي احنا باراسمبثيك. شورت جانجليونيك او البوست جانجليونيك فايبرز اهي بتروح هنا بتشتغل بالاستايركولين ترمينيتورز في الحته دي. ده از ريجارد الكونستريكتور ايه بيبيلي. الدايليتور بيبيلي بقى جاي لها سمباثيك سبلاي. ده بيجي بقى من الهايبوثالامس وبينزل حوالين الجراي ماتر لغايه سيريو سباينال سنتر اوف بادج اللي هو عند سيرفايكال 8 وثوراسيك 1 و2. تمام. وبعدين يطلع بقى انفيريور ميدل سوبيريور سيرفايكال جانجليون يعمل اخر ريلي ليه في السوبيريور سيرفايكال وبعدين يمشي مع الكاروتيد. خدت بالك ازاي؟ لغايه ما الكاروتيد بيقابل ناس في الكافيرنس ساينس يديهم او يمشي مع الاوفسالميك ارتري. اللي مش هيلحق يقابل اي كرينيال نيرف ويروح معاه الاوربت هيمشي مع الاوفسالميك ارتري ويروح الاوربت مع الاوفسالميك ارتري. هنا بقى بيدي روت بقى للسيلري جانجليون وزاوت ريلي وبعدين يخش مع الشورت واللونج سيلري نيرفز.
قبل ما يخشوا جوه العين سمباثيتك. تمام؟ بص بقى اهو ادي الملخص. الباراسمباثيتك جاي من ميد برين الليفل اوف سبيرو كوليكولس اللي هي الايدنجر ويستفال نيوكليس مع الاوكيلو موتور، هينزل نيرف اللي رايح للانفيريور اوبليك يعمل ريلي في السيلياري جانجليون على الشورت ايه سيلياري نيرف. تمام؟ سمباثيتك الهايبوثالامس. تمام؟ وبعدين الفيرست اوردر نيورون في البرين ستام اهو لغايه سيليو سباينال سنتر اوف بادج ثوراسيك سيرفايكال 8 وثوراسيك 1 وايه و2. وبعدين بعد كده يدينا السكند اوردر نيورون لغايه سبيرو سيرفايكال جانج. بعد كده بقى بيمشي زي ما قلت لك مع الانترنال كاروتيد ارتري لغايه ما بيقابل الترانجمينال ويروح معاه ناحيه الايه الدايليتور بيبيلي ماسل بتاعتنا. تمام؟ ده الاثنين سنسيشنز او الاثنين اثنين موتور سبلاي بتوع السفنكتر والدايليتور بيبيلي ماسلز بتاعتنا. يبقى الباراسمباثيك بيدي الكونستريكتور بيبيلي والسمباثيك بيدي ايه الدايليتور بيبيلي ماسل.